الرفاق وعن وعد الرجال. يوم أمس نفذ جهاز مكافحة الإرهاب لأول مرة حقيقة تكتيك جديد وعملية نوعية تمثلت بالقيام لأول مرة بهجوم ليلي. هذا الأسلوب وهذا التكتيك لأول مرة نستخدمه في حربنا ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال هذه المرحلة. مقاتلين يزدادون خبرة، يزدادون إصرار وعزيمة في الدفاع عن أرض العراق وشعب العراق، وسنحتفل قريبا في تحرير الساحل الأيسر إن شاء الله.